ما بتخاف من الموت؟ قبل بيوم بالليل صح. عائلة حاتم علي تروي ساعاته الأخيرة قبل الرحيل. حكى مع ريسبشن. باي and action. الوالد كان يعني عايش حياته طبيعي ويعني عم يحضر مسلسل بالقاهرة. صارت يعني جلطة معه وتمت يعني بسرعة شديدة، يعني بلغوني الخبر ويعني تلقيت الصدمة يعني تلقيت الخبر ويعني هذا اللي صار يعني. ويعني قضيت يعني يومين كانوا من يعني أصعب الأيام يعني، ويعني جبناه لهون على الشام ويعني صار الدفن طبعا وصار كل شيء يعني والعزاء اليوم. بقوة وتماسك وقف عمر حاتم علي قدام الصحافة والناس ليتلقى العزاء بوالده اللي توفى بطريقة مفاجئة وصادمة خلت البعض يتساءل إذا كان الراحل بيعاني من مرض قبل وفاته. لا لا أبدا، يعني صحته كانت منيحة كتير وكان عادي، كان يعني بيدخن كتير طبعا هو، ويعني صحته كانت شوي يعني متراجعة بس ما خبر حدا لأنه هو حدا يعني بيكابر كتير على حاله كان عنده هي العادة. تواصلت يمكن قبل بيوم مع بعض؟ قبل بيوم بالليل صح. في أي عادة؟ أبدا أبدا أبدا، بالعكس يعني طبيعي جدا كان. وطريقة كلام عمرو والشبه الكبير بينه وبين والده بالملامح أو حتى باختياره ليكمل مشواره بالإخراج خلى صحافة تسأله إذا كان حيكمل مشروع والده سفر برلك اللي كان هو سبب بقائه في مصر ووفاته فيها. بكير يعني نحكي فيها هلأ، يعني بعتقد يعني شركة يعني الإنتاج يعني وقفوا المسلسل حاليا، يعني تجمد بس يعني لفترة قصيرة بين ما يعني شوفوا حل يعني هاي المصيبة هي اللي يعني صارت معنا كلنا. والمصيبة الأكبر كانت عند أخو الراحل زياد علي اللي النظرة الأولى لشقيقه بعد غياب سنتين كانت وقت دفنه. تعب الصبح وحكى مع ريسبشن طلب طبيب، الطبيب وصل مع لحقه. امتى اخر مره تواصلت انت وياه؟ يعني ليله وفاته يوم الاثنين ليلا حكيت انا وياه وكان الامور كتير منيحه وما كان بيشكي من اي شيء. ومثل ما كان حاتم يجمع اهم النجوم باعماله. باي اند اكشن. كمان قدر يجمعهم وقت وفاته، فاهم نجوم سوريا حرصوا يقدموا واجب العزاء والحزن كان مسيطر على الكل. ومنهم عباس النوري اللي دموعه حكت عنه وقت ما التقى بالصحافة. أنا كنت أول المشاهدين اللي عمله، بقول له أنا بقول له دائما هو بيعرف وبيعرف منيح كتير إنه كتير ناس بتحبه وكتير ناس بتحترمه وكتير هو أستاذ. إيه عاش أستاذ ومات أستاذ. كتير صعب إنك أنت صديق أو فنان أنت بلحظة هيك بلحظة تكوني بعزاء، يعني أي قصة كبيرة. يلا باي باي باي. احنا ضلينا اكثر من فترة عم نحاول بس لنلاقي مكان تكذب فيه الخبر انه اشاع. صبنا بصدمة وذهول مثل كل الناس، يعني مثل كل السوريين وكل العرب اللي انه حاتم علي مات. كان رد الفعل الاولي هو البكاء العفوي، يعني الدموع صارت تنزل لحالها وصار احساس بالقلق من الفقد، خسرنا شيء يعني قلقنا. ومحبته بقلب الناس رجعت الغيب عن الشاشة من سنين لينعيه. ما حدا كان متوقع يعني نهائيا. الله يرحمه ونقول ضيعانك يا حاتم، بكرت كتير. بقول له كنت بتمنى نكون يعني مقربين أكثر من هيك، كنت بتمنى أنه نشارك بعض بي 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 يعني بأعمال ننجح فيها مع بعض، لكن سائبت الدنيا أنه كل واحد فينا كان باتجاه. يعني مثلا أنت ما بتخاف من الموت؟ وقبل ساعات من إقامة عزاء الرجال كانوا النجمات حاضرين ليواسوا عائلته، وإيتي بالعربي التقى بوفاء موصلي وكريس بشار اللي كانوا ما زالوا تحت تأثير الصدمة. يعني ما بيترجم بالحكي حقيقة، عن جد عن جد أنا ما بلاقي ولا كلمة تقدر تعبر عن شو أنا حسيت. وكل ما القصة عم تكبر جواتي بدل ما على مرور الأيام مرور الوقت شوي الحزن يعني يقل، عم بيكبر عم بيكبر عم بيكبر، كان أثره فظيع.
كنت بيني وبين حالي لما يكون حاتم عنده عمل إنه قول يا ريت يا ريت يبعث لي. أنا اشتغلت معه طبعا، يا ريت يبعث لي. وكنت أخجل من حالي، يعني وصل لمرحلة إنه بدي اتصل فيه وبدي أقول له. بس لقيت إذا القامة الكبيرة منى واصف كانت نفسها تقول يا ريت يبعث لي، أنت بده يدق هذا التليفون ويقول إنه بدي إياكي بمسلسل. أنا هون يا أمه.